اوكي. لا والله عمرو قالك ان هي مش عايز ترجعهم؟ ده كده نصب علني يا امجد. اوكي ماشي، شوف بقى هيعمل معاها ايه وقولي. اوكي يا حبيبي، باي. ماشي ماشي يا كوسي، تشوفي. الو، هاي عمرو، ازيك؟ المفاجأة دي أنا ما صدقتش نفسي لما شفت طارق بره كده. عمري طول الوقت ده كله ما تسألش عليا، وأنت عليك ده أنا كنت هتجنن. هو أنت ليه مش بترد عليا؟ معقول كل ده عشان الساعة؟ بس أنا عملت كل اللي أنت طلبته مني. أنا رحت واتنازلت الأمجد عن البيت والعربية، وكمان حولت له الفلوس بتاعته. طب بص بص، ده ورق الشهر العقار، وده ورق التحويل. ضمني، أنا مش عايزة حاجة، أنا بس عايزاك ما تبقاش زعلان مني. أنا عملت كل ده علشانك. عملتي كل ده عشان ده حقه، وطالما انت حقاني قوي كده، حق انا فين؟ حقك؟ اه حقي، حقي فيك. ازاي ابقى مراتك وتسيبني طول الوقت ده ما تسألش عليا؟ انت بتعاملني اكني واحده صاحبتك، ونازل ان انا مراتك وحامل في ابننا. ابننا؟ ابننا اللي خبيتي عني انه مات؟ يوم قلتي لي انك معادينا في المستشفى علشان بتعمل عمليه الزايده، كنت انتي، بس كنتي بتعملي عمليه اجهاض، مش كده يا بوسينه؟ مين اللي قالك؟ هو ده كل اللي يهمك؟ مين اللي قالك؟ دي اللي قالت لك مش كده؟ انت ايه؟ معجونه كدب؟ يا عمرو والله العظيم انا كنت هقول لك، بس انا خفت. كفايه كده يا ابو سيد، ما عادش ينفع خلاص. اللي حصل ما بيننا ده ما كانش لازم يحصل. جوازنا كان غلطه، وان الاوان ان احنا نصلحها. اللي كان رابطنا ببعض راح خلاص، اللي في القلب خليه مكانه، لانه لو خرج ممكن يجرح ناس كتير ما لهمش ذنب. يا عمرو اللي انت بتقوله ده غلطة ايه؟ اللي راح هنعوضه ونجيب غيره. عمرو انت مش هتقدر تعيش من غيري، وانا ما هقدر اعيش من غيري. انا اولادي بيضيعوا بسببك. بسببي انا؟ بسبب جوازنا ده. ما دام ربنا حلها من عنده، والطفل اللي بينا راح خلاص، الوضع اللي احنا فيه ده ملوش لازمه. انا لازم ارجع لبيتي ومراتي واولادي. لا يا عمرو، اللي انت بتقوله ده مش هيحصل. اصلها ما بتمشيش كده، مش كل حاجه بمزاجك. دلوقتي عايز ترميني بعد ما سبت كل حاجه علشانك؟ ايه خلاص اتبسطت؟ عشت لك يومين ودلوقتي شكرا ميرسي بوسينا، انا هرجع لبيتي واولادي. بيتي يا ابو بيت، ده انا هطربق البيت ده على دماغك، وهعرف الدنيا كلها انك واطي. وانا ازاي ما كنتش شايفك على حياتك؟ انت طارق ابو سينا. تعالى انت لسه ما شفتش حياتي. طلقني؟ انا هدمرك يا عمرو. شطبق ايدك. هقول لمراتك على كل حاجه، مفيش حاجه هخبيها. هدمرك يا عمرو. والله العظيم هدمرك، احكي لها على كل حاجه. تعالى هنا يا عمرو. ارجع انا بحبك. اشتركوا.
اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.